سلام بنات والدراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ ماكش بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم حلوه ديال الدوزتي، غير بيضه وحده وبدون زيت، وكتخرج البنات واحد الكميه كثيره. كنتمنى تجربها مع افاطوسه ديالكم. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدات مارغرين، غادي نحتاجو واحد الرشه ديال الملحه، غادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيده. صافي البنات، غادي ندمج دابا بين زبدات مارغرين مع السكر سنيده تولي لي عشق البوماد. من بعد غادي نضيف راس المعلقه ديال الفاني بودره، اولا ديروا الكيس ديال الفاني. من بعد ملي ندمجت المكونات غادي نضيف هنا واحد الحبه ديال البيض، غادي نضيف راس المعلقه ديال الكوفيتير ديال المشمش. البنات غادي ندمج دابا المكونات بين راس المعلقه ديال الكوفيتير ومع الزبده والسنيده وديك الحبه ديال البيض تولي على شكل بوماد. صافي البنات، غادي نضيف دابا الدقيق تدريجيا بشويه بشويه. هاد الحلوه البنات كتجي البنات اقتصاديه في متناول الجميع. والعجينه البنات خاصها ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش مرخوفه، وغادي نعجن دابا الحلوه غير بالاطراف الاصابع. من بعد غادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره الوزن 7 غرام. صافي البنات، غادي نضيف دابا الدقيق تدريجيا بشويه بشويه. ايوا البنات، من بعد ملي جمعنا العجينه ديالتي ديال الحلوه، هذا هو القوام ديالها، خاصها ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش مرخوفه. البنات ضفت دابا شويه ديال الدقيق هنا البنات، غادي نسرح دابا العجينه ديالتي ديال الحلوه، غادي نسرحها بالمدلك. وصافي هنا السمك ديال العجينه خاصها ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه. صافي البنات، من بعد ملي سرحت العجينه بمدلك وخديت اللاطه دهنتها بشويه ديال الزيت النباتيه، صافي البنات غادي ناخذ واحد الاطار، ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير، يكون متوسط. صافي البنات، غادي نستمر دابا في القطعه ديالتي ديال الحلوه تنكمل الكميه اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله. غادي ناخذ واحد الحبه ديال البيض اللي غادي ندهنوا بها الحلوه، وغادي ناخذ واحد الراس ديال المعلقه ديال القهوه سريع الذوبان، وغادي ناخذ واحد الكيس ديال الكاكاو المر. صافي البنات، غادي نضرب ديك الحبه ديال البيض والقهوه سريع الذوبان. هنا البنات غادي نضيف دابا الكيس ديال الكاكاو المر، غادي نضيف غير تدريجيا بشويه بشويه تنحصلوا على اللون اللي بغينا. صافي من بعد غادي ندهنوا بها الواجهه ديالتي ديال الحلوه. صافي البنات، من بعد ملي دهنت الواجهه ديالتي ديال الحلوه، غادي ناخذ واحد الكردون وغادي ندير فيهم الخطوط كما كتشوفوا، راه غادي ندير فيهم الخطوط على شكل مربعات صغيورين. صافي البنات، راه الفرنش عدت ليه من قبل من الفوق ومن التحت، والنار تكون شويه اقل من المتوسطه. غادي ندخلوا اللاطه ديالتي ديال الحلوه في الفران، غادي نراقب حتى تحمر لينا حتى تاخذ ليها اللون الذهبي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي.
من البنات من بعد ملي خرجت الحلوه ديالتها من الفران كتاخذ البنات واحد اللون رائع رائع بزاف. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتي ديال الدوزاتي، كتشري البنات اقتصادي في متناول الجميع بدون الزيت، وكتشري البنات رائع رائع بزاف. غير بيضه وحده كتخرج لكم واحد الكميه كثيره، كنتمنى تجربوا مع الفطوسة ديالكم. كنشكركم سوا البنات وديك في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخلوا ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر طلعوا لي فريوسكم. يلا بالسلام عليكم.